مساء الخير. نرحب بالحضور الكرام في ندوتنا الليلة اللي هي عن قانون الذمة المالية، واللي شركوا فيها الجمعيات السياسية. قانون الكشف عن الذمة المالية رقم 32 الصادر بتاريخ 1 يوليو 2010، المنشور بالجريدة الرسمية رقم 2954، حدد نطاق تطبيقه، ثم تم تمديد هذا النطاق في 2014 إذا أنا غلطان، بحيث شمل قيادات الجمعيات السياسية المنتخبة بعد اعتبار مال الجمعية مال عام. ويقصد بالذمة المالية مجموع ما يملكه بين قوسين الملزم أي الخاضع بالكشف عن ذمته المالية وزوجه وأولاده القصر من أموال عقارية ومنقولة في الداخل والخارج. وتشمل الذمة المالية ما يكون الملزم وزوجه وأولاده القصر من حقوق في ذمة الغير وما عليهم من ديون وما يملكون من أنصبة أو أسهم في الشركات، مما خلق بلبلة وأثار تساؤلات في داخل هذه الأوساط. فهل الجمعيات السياسية وقياداتها المنتخبة تدخل ضمن نطاق هذا النطاق بمبرر قانوني لا يحتمل الجدل؟ ومتى تكون الكوادر المنتخبة في الجمعية السياسية محل مساءلة في ذممهم المالية؟ هل يجوز ذلك دون أن تمنح الدولة أي ميزانيات تشغيلية أو منح مالية منتظمة وكافية للتنظيمات السياسية لتغطية كافة الأنشطة التي تركز عليها برامجها الوطنية حتى يخشى الاستيلاء عليها؟ أليس المقدم لها أو إلى بعضها مجرد دعم رمزي لا يفي تشغيل رواتب وإيجار شهر واحد، وقد انقطع بعضها بينما ظل مطالباً بكشف ذمة قياداته، أو أنه في حال ترجيعه قابل في أي لحظة للتوقف؟ هل ينظر القانون للقيادات المنتخبة كموظفين عامين ويمنحهم رواتب وتحت أيديهم مال عام يخشى ضياعه أو الاحتيال عليه؟ هل الجمعية السياسية هيئة أو مؤسسة عامة مسؤولة عن مرفق اقتصادي عام تنطبق عليها ما ينطبق على غيرها من الشركات والهيئات العامة التي للدولة نصيب كلي أو جزئي فيها؟ أو لنتساءل بشكل آخر، إذا أعطت الدولة مالا محدودا كدعم رمزي وليس ميزانية تشغيلية، فلماذا لا يكتفى بمساءلة التنظيم في حدود هذا المال كما هو حاصل الآن من خلال التدقيق المالي السنوي للكشف عما إذا شاب التنظيم فساد مالي أو لخبط في القواعد المالية المعروفة، دون القفز إلى تطبيقه وكأن مسؤوليته كمسؤولية المرفق العام؟ هل الدولة في واردها إعطاء الكوادر المنتخبة راتباً شهرياً وللتنظيمات السياسية ميزانيات تشغيلية معتمدة يقرها مجلس النواب لترتقي إلى مصاف المرافق العامة يخشى التلاعب فيها، أم أن الوضع الحالي سيقتصر على هذا الدعم المحدود الذي يمنح حالياً ويمنع حيناً آخر؟ ثم كيف سيتم كشف الذمة المالية؟ هل يتم ذلك أمام الرأي العام أم فقط أمام الجهة المختصة ويتساوى فيه الجميع؟ ما هو معيار القيادي العام المنتخب الذي يمكن أن يسمى بالخاضع الملتزم بالكشف والإقرار بالذمة المالية؟ أليس الملتزم سياسياً وتم انتخابه يدفع من جيبه الخاص لدعم تنظيمه وليس العكس، كي يستطيع هذا التنظيم أن يؤدي رسالته الوطنية في حدود البرنامج الوطني المقرر بقناعة هذا القيادي وقناعة أقرانه من الناشطين السياسيين المنظمين لهذا التنظيم أو المنتظمين في هذا التنظيم؟ في هذه الندوة نستضيف اثنان من المحامين الذين اجتهدوا ويجتهدون في قراءة القوانين ويدلون بآرائهم في مجال تطبيقها ويكشفون عن مواطن القوة والمثالب في كل قانون يصدر كحق وواجب وطني
طالما أن القوانين تعنيهم بما تطلق من الحريات للكافة أو تحد منها. معنا في هذه الأمسية الأستاذان الغنيان عن التعريف، الأستاذ حسن إسماعيل الذي له جولات كثيرة في تناول القوانين، وكذلك الحال مع الأستاذ سامي سيادي. إذن ليلتنا هذه قانون في قانون، مقرونة بأهداف وفلسفة القانون، ليتم تسليط الضوء على الجوانب الغامضة غير المبررة التي يكتنفها الجدل. سنبدأ أولاً بالأستاذ سامي سيادي ربع ساعة، ثم الأستاذ حسن إسماعيل وله ذات الوقت الممنوح لزميله، فليتفضل مشكوراً. واقع يعني القانون يجب في البداية أن نعطيها نحن سريعة على القراءة الموضوع عنوان من الوقت، وسأل حسن إسماعيل سوف يتنام علم القانون، وبالتالي لمحة بالنسبة للقانون والله. مثل ما قال المقدم بأن القانون صدر في 2010 تحت رقم 32، وهو قانون رئيس المرسوم، بمعنى بأنه يعني مر على القنوات حسب الدستور، بأن طرح أولا كان مسودة قانون الحكومة، وتم يعني موافق عليه من خلال 92 النواب والشورى. قانون الكشف عن الدم المائية ما أعطى تعريف حول أهدافه، أعطوه من المادة الأولى قال الملزمين بالكشف عن الدم المائية، وحددهم ضمن نطاق المادة الأولى. فإنما كشفيات يعني عادة مثل هذا القانون وهو موجود في كثير من الدول، عادة هو يعني يكون الملزم فيه هو المتصل بالوظيفة العامة، وأيضا ضمن مناصب معينة، وبالتالي اتصاله بالوظيفة العامة بمعنى اتصاله بالمال العام، وبالتالي على الأساس يمكن حددت فئات من هم الملزمين بالكشف عن الدماء المالية كالوزراء وأعضاء مجلس الشورى والنواب، وأيضا وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدون والمدراء في القطاع المدني ونظرهم والقطاع أيضا العام والمحافظون ونوابهم والقضاء وأعضاء النيابة العامة والرؤساء وأعضاء المجالس البلدية ومدراء إدارات الشركات الحكومية ومدراء إدارات القطاع الفني والموظفون والفنيون في ديوان الرقابة المالية. أيضا ديوان الرقابة المالية تم استثناء أعضاء مجلس الرقابة المالية وهو رئيس ديوان الوكلاء، لأن القانون اللي ينظم عملهم أيضا نص على كشف عن الدم المالية، وعلى الأساس تم استثناءهم من هذا القانون. وبالتالي يعني نجد بأن الهدف من هذا القانون يفترض بأن يتم النهي بالجهات الخاضعة له من الفساد والثراء، واتخاذ الوظيفة العامة سبيلا للمتاجرة بالوظيفة للحصول على أموال من المال العام بدون طبعا مقابل يعني يأدي هذا الشخص، وأيضا بتفادي الرشاق في والتجارة بالوظيفة العامة. هذا طبعا الهدف لم يوضع ضمن القانون ولم يوضع أيضا تعريف، وهذه أول يمكن الملاحظات على هذا القانون. من هم الملزمين؟ وقصد القانون بإقرار الذمة الملزم وزوجته وأولاده المقصر من أموال عقارية ومنقولة داخل والخارج، وتشمل الذمة المالية المذكورين وزوجة وأولاد القصر من حقوق في ذمة البيت، يعني حتى المنزل وزوجة وأموال القصر.
الصالة ويطالبون الناس برا، هذا يعتبر ضمن يعني الملزمين بالكشف عن هكذا النماذج. وذلك بقية سد المنافع على الخاضعين بهذا القانون من القيام بوضع مال الأموال بأسماء أفراد أسرهم. يعني القانون يعني ممكن يكون الهدف منه يعني أنا أصرح بعض الأمور مو موجودة طبعا بالقانون، وإنما يعني ممكن الواحد يستدل من خلال القانون ما هو القصد. سد المنافع على الخاضعين بهذا القانون من القيام بوضع الأموال بأسماء أفراد أسرهم من زوجة أو زوجات أو أزواج أو أبناء أسر. وأنا أعتقد بأن يعني لما تم تغليب دعوة بعدم مستوعبية هذا القانون من قبل النواب في بداية تدشينه، كان هذا الأساس اللي اعتمدوه في موضوع عدم مستوعبية، وهو يعني شخصية الأموال. وبالتالي وايضا هذا يعني المحكمه الدستوريه للاسف رفضت هذه الدعوه بعلم الدستوريه، واصبح هذا القانون محصنا ايضا دستوريه يعني اسباب ساقتها بين جميع الدول لديها مثل هذه القوانين التي تحصن المال العام. ايضا اسمع لذلك بان الدستور نص في أحد المواد بأن المال العام حرمة بيت الحماية. أيضا يعني حدد القانون بأن ذم المالية خلال بعد 3 سنوات أيضا يقوم بإعادة يعني وضع البيانات أمام هيئة الذمة المالية، قصدي يعني ملزم بأن يجدد البيانات بالنسبة للأموال الخاصة به أمام الهيئة اللي على ذكرها، لأن القانون أيضا أنشأ هيئة تقوم بمراقبة مثل هذه الأعمال يعني إضرار الذمة المالية لكل 3 سنوات على تاريخ الإضرار السابق، وعلى الملزم حال ترك الوظيفة تقديم إقرار خلال 60 يوماً من ترك المنصب هو الوظيفة. ويجب انتظار من إقرار الدم المالية الأول إقرار بالإضافة لعناصر الدم مصادر الزيادة، أيضا الزيادة اللي تمت خلال فترة ما بين الإقرار الأول والإقرار من بعد 3 سنوات. وقد أنشأ قانون لفحص قرارات الدم المالية هيئة خاصة سماها هيئة فحص قرارات الذمة المالية تابعة للمجلس الأعلى للقضاء برئاسة قاضي المحكمة التنفيذية، ويعون عدد كافٍ من القضاة يتم ندبهم بأمر ملكي بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء ولمدة 2 سنين قابلة للتجديد مدة أخرى. وتقوم الهيئة في سبيل فحص قرارات الذمة المالية أن تطلب من الجهات الإدارية والمؤسسات والبنوك والشركات جميع البيانات والإيضاحات والمستندات، ومنها البيانات السرية إذا تهدر. يعني بما معنى أن الملزم أيضا ملاحق بكل ما يقوم به في الجانب المالي المتعلق بالذمة المالية، وبالتالي ممكن بهذه الهيئة تخاطب البنوك خاطب الجهات الإدارية والمؤسسات على أساس أن تطلب أي بيانات عن الملزم، حال طبعا يعني تخلف عن القيام بالكشف عن الملزم، وتعدي هيئة تقرير عن كل شخص ملزم يعجز عن إقامة الدليل عن زيادة الذمة المالية أو ذمة زوجة أو أولاد القصر نتجت عن كسب غير مشروع، ويحيي رئيس مجلس التقرير الى النيابه العامه. طبعا قانون ايضا بالماده 9 و10 رتب عقوبات على موضوع عدم الكشف عن الذمه الماليه. واعتبر قانون المال الذي حصل عليه احد الخاضعين القانون لنفسه او لغيره بسبب استغلال الوظيفه او الصفه
أو نتيجة سلوك مخالف للقانون حسباً غير مشروع، ويسمح كل زيادة لثروة موزن أو زوجة أو أولاد الأسر، وتكون بعد تولي الوظيفة أو اكتساب الصفة إذا كانت لا تتناسب مع موارده وعجز عن إثبات مصدراً مشروعاً لها. يعني معناته القانون ألا عرف إثبات لأنه لزيادة مشروع أو غير مشروع على الموزن. وعليك أن المشرق الوضع قاعدة في شأن هذه الزيادة بالذات بأن جعل عرف إثبات مشروعية مصدرها على الموزن باعتبار أن الزيادة غير المبررة قرينة وصفة على الكسب غير المشروع قابلة بإثبات العكس. وجعل المشرق مدة 3 سنوات كمجرد انقضاء الدعوة الجنائية عن الكسب غير المشروع، يعني إذا ما تم تحريك الدعوة الجنائية ضد هذا الشخص لمدة 3 سنوات فهو من حق الجهة أن تقيم الدعوة الجنائية ضد بعد فوات هذا الميعاد. أي نوع اعتبرها جنحة وذلك ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك أو تنقطع المدة لاتخاذ اجراء التحقيق خلال هذا. واعتبر المشهد عبارات الذمة والمعلومات المتعلقة بها من الأسرار التي يحضر على أي شخص إفشاءها. ويحدد المشهد بالمواد 8 و9 و10 و11 العقوبات للتخلف عن تقديم الأوراق. المادة 8 تقول مع عدم إخلاء بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار كل ملزم تخلف عن تقديم أوراق الذمة المالية في المواعيد المقررة، ويعاقب زوج الملزم بذات العقوبة إذا امتنع عن تقديم أوراق الذمة المالية عن الموعد المقرر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 8 من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين يعني لا الحبس والغرامة إذا أثبت الملزم أو زوجة بالإقرار عمدا. ثبت الملزم أو زوجة بالإقرار عمدا بيانات غير صحيحة أو مضللة أو تعمد عدم تقليل الإقرار. أيضا المادة 9 أيضا تكلمت عن أيضا العقوبات وهي تكلم عن السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات بقرار لا تقل عن 5000 دينار كل ملزم حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع. فأيضا شدد العقوبة في مواضع أخرى ما عدم إخلاء أي عقوبة أشد. دائما يطلعون أن يقن إلى قانون العقوبات وبالتالي يعطي مساحة كبيرة للقاضي بأن يطبق أما هذا القانون أو قانون العقوبات. بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد عن 3000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بإفشاء أي معلومات أو بيانات متعلقة بإقرارات الذمة المالية يكون قد اطلع عليها بسبب عمل وظيفي. هذه بالنسبة للموظفين طبعا. أيضا مرفق بهذا القانون لائحة تنفيذية هي جاءت المرسوم رقم 82 لسنة 2012 وإصدار لائحة تنفيذية. حددت المادة السابقة منها البيانات المتوجب اشتمالها في اللائحة على التوقيع بظرف أن يتم التوقيع بظرف مقلق ويلتزم الزوج بذلك باستيفاء إقرار ووضعه في ظرف مقلق ويرسل إلى الهيئة بالبريد المسجل في علم الأصول أو يسلم باليد على أن تثبت البيانات المعروف من الخارج. يعني هاي أعطت أيضا أعطت اللائحة مساحة لكيفية تصرف هيئة فحص الذمم المالية تسترشد في هذه اللائحة. حددت لها اختصاصات التي حصل الأشخاص الخاضعين والجهات لتزويدها بأسمائهم كما حصل حق جمعية عبد الرسالة من هيئة فحص الذمم المالية تلزمها بأن تقوم
تقدم قيادات يعني الكشف عن الدمن المالية الخاصة. إعداد قاعدة بيانات وأسماء ووظائف وجهات عمل الخاضعين وإعداد النماذج، لذلك تخصيص خزينة لحفظ المستندات، سلم القرارات من الخاضعين ووضعها بظروف مغلق لختام بخاتم الهيئة وإثبات ذلك سجلات، احتفاظ بكافة المضارب المحتوية على قرارات الدمن بالخزينة المخصصة، تلقي الشكاوى المتعلقة بين الخاضعين بإثباتها بالسجل المالي. في الإطار قراءة هناك في ملاحظة أن هناك تعارض في أحد المواد، المادة الثامنة والمادة 11، بشأن المدة المحددة بتزويد الهيئة أو اللجنة بقرارات الدمن المالية، أن تقديم الإقرار بعد إخبار الورقة المادة الثامنة هي 60 يوم من اختار المادة 11 30 يوم، فهي يعني عوار أو عيب في القانون. ووجبت لائحة لضمان سلامة الأشخاص الملزمين بعد نص المادة 14 على عدم جواز فتح الهيئة للخزينة لحضور عضوين من القضاة المنتدبين. أيضا ينتقل المرة الثانية يقول أن تقوم الهيئة بفحص قرارات الدمة وتحقيق الشكاوى أو بحث وتحقيق المستندات وضع المناهج الشكاوى والمزاحم وسماع أقوال الشرطي واستكمال عناصر الشكوى من أي جهة يمضي المستندات التي تعتبر سرية والاعتبار في صور منها. إذا تبين الهيئة أن زيادة طلعت على الثروة من قامة بفحص قرار بمثل أو ثروة زوجي أو أولاد القصر وكانت ذات التناسب مع مواردهم المالية تطلب من الهيئة تقديم الإيضاحات أو عفوا تطلب منه الهيئة تقديم الإيضاحات والبيانات اللازمة لبيان أسباب الزيادة ومصدرها ومنحه فرصة كاملة لإيداع المزاعم لإثبات أن الزيادة لثروته وثروة زوجته أو زوجه وأولاده القصر طبيعية تتناسب مع مواردهم. بهذه الحالة تصل القرار بحق الموضوع، يعني ما تملي حالة مثل ما قلنا إلى زيادة معه. فإذا وجد البلاد والشبهات على كسر المشروع عجز الخاضع عن لحظة هذه الدلائل أو عجز عن إثبات مصدرها، تعد الهيئة تقرير يتولى رئيس الهيئة حالة توقفة الأوراق إلى النيابة العامة، ويجوز لا الاستعانة بديوان الرقابة المالية أو مأموري الضبط القضاء، يجوز لها أن تطلب من النيابة العامة إصدار قرار بمنع الشخص المعني من التصرف في أمواله وأموال زوجه وأبناء الأسرة. وألزمت لائحة الهيئة تسليم الخاضع الذي تعد مدة خدمته بمستندات الأوراق الخاصة به بعد مضي 3 سنوات من تاريخ تقديم الإقرار النهائي أو من تاريخ آخر يعني مدة التقادم، وتطلب الهيئة ما لديها من أوراق بعد مضي مدة عن تعلم استبدال العنوان الملزم بعد استنفاذ ضبط الطرق المقررة وإثبات محتوى المستندات المعلنة بمحضر تحتفظ به هذه الهيئة. أيضا الواقع يعني قراءة سريعة للبحث بملامح أو المواد والنصوص المتضمنة في القانون، مثل ما شفتها وهي 12 مادة، لكن يعني ممكن يعني تفجر وضع يعني أكبر من هذه النصوص والمواد، يمكن تضمنت كثير من الأمور لما هونها في ملاحظة حقيقية. بس أنا أتكلم عن موضوع ما جاء من النص في قانون الجمعيات السياسية، وليس المكلفين والخاضعين إلى الكشف عن الدمن المالية بالنسبة للمتصلين بالوظيفة العامة. بالعكس، هاي مسألة إحنا بالواقع نأكد عليها بأن المتصلين بالمال العام يجب أن يكشفوا دمنهم المالية، لأن يعني الشواهد كثيرة والقصص كثيرة. وبالتالي بس كان يعني منذ 2010 نتكلم عن 6 سنوات كان لزاما على هذه الهيئة أن تتخذ الإجراءات على ضوء ما جاء مثلا في تقارير الرقابة
كثير من يعني الفساد سواء كان مالي او اداري بكثير من الوزارات وايضا الادارات الحكوميه، انا اعتقد بذلك.